السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. في فيديو النهاردة هو هنتكلم فيه عن الباكت كابتشرنج باستخدام سوفت وير الواير شارك. واحنا شغالين في كورس سي سي ان ايه بنشوف كتير ان احنا بنفتح برنامج غريب شوية، والبرنامج دوت بيبدأ ان هو يعمل التقاط لحركة البيانات اللي ماشية على كابل معين ماشي في النتورك، وبنشوف الكلام ده كتير في الكورسات اللي بتعتمد على الشرح باستخدام البنت لاب. ايه البرنامج ده؟ البرنامج ده ببساطة هو باكت كابتشرنج سوفت وير واسمه واير شارك. برنامج واير شارك من البرامج المهمة جدا لو انت بتفكر تعمل ترابل شوتينج بشكل سليم في الشبكات. ده بسبب ان البرنامج ده بيمكنك انك تشوف تفاصيل كتير جدا عن الباكت اللي ماشي قدامك. بيمكنك برضو انك تفهم اكتر ايه هي الاي بي باكت، ايه هو التي سي بي سيجمنت، ايه هو اليو دي بي، لان هو على عكس الشرح اللي احنا بنشرحه لما بنشوف شكل الباكت الاوفر فيو بتاعها عامل ازاي، الواير شارك بيمكنك انك فعلا تشوف الباكت بشكل حقيقي. عشان كده فهمك للواير شارك من الحاجات اللي هتديك كومبتيتيف ادفانتج او هتديك ميزه تنافسيه عن اي حد تاني شغال معاك. اتمنى ان الفيديو ده يفيدكم، واتمنى ان انتوا تدوا له اهتمام كافي، لان فعلا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي كلام مهم جدا واستغرق مني وقت كتير جدا عشان اتعلمه لوحدي. فاتمنى ان المحتوى او الفيديو يكون كويس ويكون مفهوم لمعظمكم باذن الله. الواير شارك مبدئيا زي ما قلنا هو عباره عن باكت كابتشرنج سوفت وير وليه جرافيكال يوزر انترفيس. يعني ايه الكلمتين دول؟ باكت كابتشر سوفت وير يعني برنامج انت بتنزله على الجهاز بتاعك عشان يعمل التقاط لحركه المرور او التقاط للبيانات اللي بتدخل او تخرج من كارت النتورك بتاع جهاز حضرتك. باكت كابتشرنج سوفت وير زي واير شارك لما بيجيب لك الترافيك اللي باين في الشبكه بتاعتك ما بيجيبلكش الترافيك بتاع الشبكه كلها. في الحقيقه هو بالديفولت سيت اب بتاعه او بالاعدادات القياسيه بتاعته هو بيجيب لك بس الترافيك اللي طالع او خارج من المكنه بتاعتك. طب بيجيب لك حاجه تانية؟ لا، الا لو انت فعلت خاصيه تانية هنتعلمها مع بعض ان شاء الله في السي سي ان اي وفي السي سي ان بي، اسمها سويتش بورت انالايزر او السبان او الار سبان. هي دي بس الفيتشر الوحيده اللي انت لما تطبقها ممكن تشوف الترافيك بتاع الشبكه جاي للجهاز بتاعك وتقدر ان انت تعمل له اناليسز. واير شارك بيتميز عن ادوات كتير جدا موجوده بتعمل نفس الوظيفه ان هو ليه جرافيكال يوزر انترفيس. أداة زي تي سي بي دامب مثلا دي من الأدوات القديمة جدا في مجال الباك كابتشرنج، ولكن عيبها أو بلاش نقول إن هو عيبها، خلينا نقول إن هي ملهاش جرافيكال يوزر انترفيس، ما بقدرش إن أنا أفتح شاشة واجهة رسومية أقدر إن أنا أبدأ أو أوقف بيها الكابتشرنج. على عكس الواير شارك اللي يعتبر فريندلي أكتر في الشكل بتاعه. ولكن نفس البيانات اللي تلتقطها التي سي بي دامب هي تقريبا نفس البيانات اللي الواير شارك ممكن إن هو يديها لك. واير شارك ممكن انزله على الويندوز واللينكس، ولكن اداه التي سي بي دامب برضه لو احنا حابين نحطها في المقارنه بتكون موجوده باي ديفولت على اي نظام لينكس، ولكن واير شارك انت هتحتاج انك تعمل له سيت اب على اللينكس. الباكت كابتشر بتاع واير شارك بيحصل له سيف في فايل اسمه البي كاب. بعد ما بتشغل واير شارك وبتبدا انك تعمل باكت كابتشر ممكن تاخد الكابتشر ده وتعمل له سيف في فايل اسمه بي كاب، وبتستخدم طبعا واير شارك عشان تتعلم وعشان برضه تعمل ترابل شوتنج لمشاكل الشبكات المعقده. زي ما قلنا هو بامكانك انك تشوف لاير 2 لاير 3 ولاير 4 والابلكيشن داتا، فطبعا هيكون رفيق كويس جدا وانت بتتعلم الشبكات لاول مره. ممكن تعمل داونلود للواير شارك هو فري من www.wireshark.org/download.html، بتختار النسخه المناسبه للجهاز بتاعك وبتعمل لها سيت اب عندك. السيت اب يعتبر فيري ستريت فورورد، نيكست نيكست نيكست، وتخلي بالك بس ان هو في مرحله السيت اب بيبدا ان هو يقول لك ان هو محتاج بعض الديبندنسيز او بعض التولز اللي هو محتاجها عشان يقدر ان هو يشتغل بشكل صحيح، انت بس بمجرد انك بتوافق والواير شارك بينزل على الجهاز بتاعك. في الحاله بتاعتنا هنا احنا زي ما قلنا انت حضرتك كل اللي هتحتاج تعمله ان انت هتخش على www.wireshark.org forward slash download.html، بتختار الانستولر، وفي الحاله بتاعتي طبعا اخترت نظام الويندوز. بعد كده تعمل داونلود ليه الملف بتاع السيت اب حوالي 70 ميجا، بتفتحه وتبدا تعمل نيكست نيكست. في الحاله دي بتلاقي الواير شارك موجود عندك في الداونلود السوفت وير، وزي ما انتم شايفين عشان تشغل واير شارك بس هتدبل كليك على الواير شارك ايكون فهيفتح معاك الواجهه بتاعت واير شارك. واجهه واير شارك اول ما انت بتفتحها بيكون فيها كلام كده كتير ممكن ما يكونش واضح لبعض الناس، ولكن اهم عنصر هنركز عليه هنا هو اسامي الانترفيسز اللي موجوده. انت لو شغال على الجهاز بتاعك مثلا وعايز دلوقتي تنزل واير شارك عندك عشان تشوف البيانات اللي بتطلع وتخرج من جهازك بشكل اعمق عشان تتعلم، نزلت الواير شارك ولقيت انك عندك اكتر من انترفيس،
انت بتختار الانترفيس اللي هو بيكون بتاع الواي فاي او بتاع الايثرنت اللي موجود على جهازك اللي انت دلوقتي واصل منه على الانترنت. لو في حالة انك مش عارف ايه هو اسم الانترفيس، انت ممكن تقف على كل انترفيس من دول لحد ما يبان معاك الاي بي ادرس اللي محطوط على الانترفيس. يعني دلوقتي لما علمت على انترفيس ايثرنت 0 لقيت ان الاي بي ادرس بتاع ايثرنت 0 واضح عندي. دلوقتي كده انا عرفت ان الاي بي ادرس اللي على ايثرنت 0 دوت 192.168.127.155، وانا عارف ان هو ده الانترفيس اللي موصلني بالانترنت. فطالما هو ده الانترفيس اللي انا عايز اعمله مونيتورنج، مجرد بس بعمل عليه دبل كليك، وبعد كده بضغط او بعمل عليه كليك واحده، وبعد كده بضغط على علامه ستارت او اعمل على الانترفيس دوت دبل كليك. لما عملت دبل كليك هيبدا يظهر لي الباكت كابتشرنج او الباكتس اللي بتعبر من خلال انترفيس ايثرنت 0. بلاقي في واير شارك ان انا في عندي ثلاث خانات او ثلاث نوافذ. النافذه الاولى بنسميها الباكت ليست، قائمه الباكتس او قائمه البيانات اللي بتعدي من الانترفيس ده دلوقتي. النافذه الثانيه دي اسمها تفاصيل الباكت. فانا لو وقفت على اي باكت من دول بلاقي ان التفاصيل بتتغير، لان كل باكت من دول بيكون ليها لاير 2 هيدر مختلف، لاير 3 هيدر مختلف، ولو هي شغاله يو دي بي بلاقي داتاجرام، ولو شغاله تي سي بي بلاقي تي سي بي سيجمنت. والاهم من كل ده ان انا بقى مثلا لو انا شغال دي ان اس فبلاقي ان الدي ان اس موجود جوه الداتاجرام. فالديتيلز بتبين لي تفاصيل الباكت دي. اقدر على كل تفصيله من دول ان انا افتحها واتفرج جواها. فشوف مثلا في اليو دي بي ان انا مثلا شغال برايح على ديستنيشن بورت 53 وحجم البيلود اللي انا شايله 70 بايت. اقدر اشوف الانترنت بروتوكول هيدر اللي هي الاي بي فيرجن 4 باكت، اقدر اشوف فيها البروتوكول نمبر 17، اقدر اشوف فيها السورس ادرس الديستنيشن ادرس. كذلك اقدر ان انا برضو افحص الايثرنت فريم اشوف ايه هو الديستنيشن ماك، ايه هو السورس ماك، وايه هو الايثر تايب. فمعلومات طبعا قويه جدا، ومعلومات هتمكنك انك تشوف كل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه في السي سي ان ايه بشكل اعمق وبشكل مفصل اكتر. القائمه الاخيره او الويندو الاخيره اللي موجوده عندنا هي ويندو البايتس بتاعت الباكت، ودي كل اللي موجود فيها قدامك دوت ان بتكون التفاصيل اللي انت كنت شايفها هنا فوق بس ظهر عندك بشكل ممكن نقول ان هو مترجم اكتر. زائد برضو ان هي بتبين لك المعلومات بتاعت الابلكيشن نفسه. يعني هنا مثلا الابلكيشن دوت بيعمل كويري، وبيعمل كويري ان هو عايز يوصل لموقع اسمه كونكتيفيتي تشيك دوت اوبونتو دوت لوكال دومين. هنا في الباكت بايتس دي اللي انت بتشوفه لو انت وقفت على اي باكت بايتس بتجيب اللي موجود جوه الباكت دي. ممكن بقى انت تاخد الكلام ده وتروح على اي اداه وتبدا انك تعمل لها تحليل، او تبدا انك تحولها لشكل قابل ان هو يتم القراءه عليه. فدي كده التعريف المبدئي، او هو ده شكل النوافذ، او ايه وظيفه كل نافذه من نوافذ الواير. عمليا انت ممكن ما كنتش محتاج الباكت دي او مش محتاج النافذه دي، فانت ممكن تضغط على اي نافذه انت مش عايزها وتصغر او تكبر حجمها زي ما انت عايز. او ممكن من قائمه فيو اللي موجوده هنا تختار انت ايه الاوبشنز اللي انت عايز تشوفها. فانا ممكن الغي ظهور قائمه الباكت بايتس خالص ويبقى عندي بس قائمه الباكت ليست وقائمه الباكت ديتيلز. تقدر بقى بعد كده هنا مثلا ان انت تبدا تشوف الباكتس اللي ماشيه او البيانات اللي ماشيه على النتورك ترافيك بتاعك. ولو انت مثلا مشغل الباكت كابتشر لمده، تخلي بالك ان الباكت كابتشر بيلتقط كل البيانات اللي بتعدي على النتورك انترفيس بتاعك. معنى كده ان الباكتس دي هتقعد تتكتب عندك على الرام، او هتتكتب عندك في ذاكره التخزين العشوائيه اللي الباكت كابتشرنج بيحصل له سيف عليها طول ما انت مشغل الباكت كابتشر. فتخلي بالك طبعا انك انت تخلي بالك ان لو انت خليت الباكت كابتشر شغال مده طويله فده هيؤدي بالتالي لزياده الذاكره المستخدمه. تقدر طبعا تشوف انت سجلت كام باكت. لما انت هتبص تحت هنا هتلاقي ان الباكت كابتشر ده سجل 278 باكت لحد هذه اللحظه. طبعا معلومات كتير جدا موجوده في واير شارك. احنا دلوقتي اللي احنا عايزين نعمله ان احنا لو حبينا بقى نوقف الباكت كابتشر لاي سبب من الاسباب هنضغط على علامه ستوب اللي موجوده هنا. ولو حبينا ان احنا نعمل سيف لملف الالتقاط دوت هنضغط فايل وبعد كده نعمل سيف از، وهنختار اسم للفايل ده فهنسميه مثلا تيست بي كاب، ونختار المسار اللي احنا عايزين نسيف فيه الفايل بتاعنا ونكليك سيف. دلوقتي كده في اي وقت لو انا قفلت الواير شارك خالص وحابب ان انا استرجع الملف اللي انا عملت له سيف دوت عشان اعمله تحليل بشكل اكبر، او عشان افهم الكلام الموجود جواه، او لسبب من الاسباب محتاج ابعته لشخص اخر يعمله تحليل، اقدر ان انا اعمل اوبن وبلاقي الملف ده موجود عندي وافتحه فبيجيب لي الملفات اللي تم التقاطها خلال مكان الباكت ده او خلال مكان الكابتشر ده شغال.
طبعا كل الكلام اللي قدامنا ده كلام كتير جدا وممكن ما يكونش ليه اي وظائف كتير، ولكن انت باستخدام تعلمك لبعض الفلترز او الادوات التنقيح اللي موجوده في الواير شارك تقدر انك بس تظهر البيانات اللي انت مهتم انك تظهرها. على سبيل المثال انت ممكن تفلتر اللي انت شايفه قدامك ده ببروتوكول معين. فلو مثلا انت بتحل مشكله موجوده في بروتوكول التي سي بي وانت عارف ان المشكله دي موجوده على بورت 80 مثلا، فانت ممكن باستخدام تعلمك للفلترز بتاع الواير شارك تظهر هنا بس في النافذه بتاعه الباكيت ليست الترافيك اللي نوعه تي سي بي واللي رايح لبورت 80 عن طريق بعض الفلاتر. الفلاتر في واير شارك فلاتر كتيره جدا هنبص عليها دلوقتي مع بعض واحده واحده. عندنا طبعا في واير شارك فلترز ليها علاقه بالاي بي ادرس، فممكن تعمل فلترنج للاي بي ادرس اللي بيساوي كذا. لو انت عملت فلتر اسمه اي بي ادرس دبل ايكوال 2 علامه يساوي وبعد كده كتبت الاي بي ادرس، ففي الحاله دي هو هيظهر لك كل الباكتس اللي فيها الاي بي ادرس ده سواء كان سورس او سواء كان ديستنيشن. لكن لو انت عايز تظهر بس الباكتس اللي فيها الاي بي ادرس اللي اسمه 10.0.0.1 في حاله لو كان سورس فقط هتكتب 10.0.0.1 او هتكتب اي بي دوت سورس دبل ايكوال 10.0.0.1. طب لو كان ديستنيشن نفس الشيء. نفس الشيء دوت يندرج برضو على البروتوكول، لو انت عايز تظهر كل الباكتس اللي كان موجود جواها بورت نمبر 80 تكتب تي سي بي بورت ايكوال ايكوال 80، في الحاله دي هيبين لك كل الباكتس اللي كان فيها بورت 80 سواء كان سورس او سواء كان ديستنيشن. طب لو حبيت انك تشوف بس الباكتس اللي كان بورت 80 ظاهر فيها كسورس هتحط دبل ايكوال تي سي بي سورس تي سي بي دوت سورس بورت ده كتب بهذا المنظر دبل ايكوال 80. لو حبيت تشوف ديستنيشن هتقول تي سي بي ديستنيشن بورت دبل ايكوال 80. طب لو انت عايز تظهر الترافيك اللي كان الديستنيشن بورت نمبر بتاعه اقل من 80 فممكن تستخدم بدل ما تعمل دبل ايكوال تقول له تي سي بي دوت بورت تعمل علامه اللي هي ليس زان اللي هي علامه اصغر من وتكتب 80، ففي الحاله دي هيبين لك كل الترافيك اللي كان بيستخدم بورت اقل من بورت 80. طبعا في اوبشنز كتير جدا في الواير شارك وده ان شاء الله هنشوفها كلها مع بعض عن طريق البيكاب فايل اللي احنا هنبدا نعمله تحليل مع بعض دلوقتي. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا بعد ما نزلنا واير شارك في موقع جميل جدا، الموقع ده انا قدرت ان انا اجيب منه زي سامبل للباكتس بتاعت الواير شارك، او خلينا نقول ان كان حد عامل بيكاب فايل قبل كده وكان عامل بيه كاب فايل حجمه كبير شويه ورفعه اونلاين عشان اللي حابب يتعلم واير شارك يقدر ان هو ينزل البي كاب فايل دوت ويبدا ان هو يتعلم عليه. الموقع اسمه تي سي بي ريبلاي، وعلى موقع تي سي بي ريبلاي ده هتلاقي فايل مساحته تقريبا حوالي 300 370 ميجا اسمه بيك فلو دوت بي كاب. انا نزلت الفايل ده عندي وباستخدام الواير شارك اللي موجود على جهازي هحاول ان انا افتح الفايل دوت. بما ان طبعا الفايل كبير فهياخد وقت عشان يتم تحميله، هنلاحظ هنا ان الواير شارك فيه كده زي بار بيقول هو مدى البروجرس او التقدم في تحميل الملف دوت. فاول ما الملف هيتم اكتمال تحميله معانا هلاقي ان انا عندي الباكت ليست كبيره جدا وفيها حوالي 791,000 باكت. طبعا الفايل ده فضل مثلا شغال لمده 5 دقائق في شركه كبيره، فبالتالي هو جمع بيانات كتيره جدا. ممكن استخدم فلاتر كتير جدا في الواير شارك. على سبيل المثال كنت بقول ان انا ممكن استخدم فلتر اسمه اي بي ادرس، فانا عايز اشوف الباكتس اللي كان فيها اي بي ادرس طالع من برايفت اي بي ادرس رينج مثلا 192.168.0.0/16. انا كده هنا بقول له عايزك تبين لي كل الباكتس اللي كان فيها سورس او ديستنيشن اي بي ادرس في الشبكه الكبيره دي. لو الباكت كابتشر ده في عندي اي باكت كان فيها اي بي ادرس سواء كان سورس او ديستنيشن 192.168.0.0 والماسك بتاعه 255 255 صفرين، فالنتيجه ان هو هيبان عندي هنا معلومات. لكن واضح ان الباكت كابتشر ده ما كانش فيه حد شغال في رينج 192.168.0.0. هقول له طيب انا عايزك تبين لي 172 16 0 0 سلاش 13. نبينه كده مع بعض.
برضو هنا عندي ما ظهرش عندي حاجه في السيجمنت دي. فنشوف كده هي ايه الاي بي ادريسز اللي مستخدمه في البي كاب ده عشان نحاول ان احنا نعمل منها زي سيرش او نعمل عليها سيرش. طبعا هو بياخد وقت شويه في البروسيسنج زي ما انتم شايفين، لان زي ما قلت حجم البي كاب فايل ده كبير شويه. انا عندي هنا مثلا الجهاز ده شغال في 270 16 1.3.3 7.8. فالخبر الكويس، لا هو فعلا اظهر لي معلومات، بس المعلومات دي كثيره جدا، وفعلا الاجهزه اللي باينه عندي هنا 172 16 1.3.3 دو 36. هقول له طيب انا عايز هنا ازود كمان معلومه، ان انا عايز اشوف الاي بي ادريس او الباكيتس اللي كان فيها الاي بي ادريس ايكوال 172.16.0.0/13، يعني كده كل البرايفت رينج بتاع كلاس بي. وعايزك تقول لي كمان اند تي سي بي ديستنيشن بورت دبل ايكوال 80. فانا هنا كده بقول له انا عايز اشوف الترافيك اللي اتشاف فيه الاي بي ادريس او الشبكه دي از سورس او ديستنيشن، وكان الديستنيشن بورت اللي في الباكيت دي بورت 80. واضغط اوكي واستنى لحد ما التحميل يتم. هو كده بيعمل فلترنج للبيانات اللي موجوده جوه البي كاب فايل دوت عشان يظهر لي النتيجه اللي انا كنت محتاج ان انا اشوفها. فعلا كده اظهر لي دلوقتي بيانات كتيره جدا، البيانات دي كلها فعلا رايحه البورت 80، ومبين لي معلومات كلها ليها علاقه بال HTTP ترافيك اللي كان طالع من الاجهزه اللي في الشبكه دي للسيرفرات ديت او للادريسز دي عن طريق بورت 80. فدلوقتي مثلا كده انا ممكن ابدا ان انا احلل هذه البيانات واشوف الحاجات اللي انا محتاج اعرفها عن هذه البيانات. مثلا دلوقتي انا عايز اشوف الترافيك ده، لكن عايز برضو احلل البيانات بشكل اقوى. عايز بقى دلوقتي اقول له انا عايز اشوف ال HTTP ترافيك اللي كان بيستخدم الريكوست ميثود اللي اسمها جيت. ففي الحاله دي ممكن اعمل له اند كمان مره واقول له HTTP ميثود دبل ايكوال واكتب كلمه جيت بشكل كابيتال. HTTP request واعمل دوت ميثود كده واقول له جيت. دلوقتي هعمل تاني تحليل البيانات، وهيظهر لي دلوقتي ايه هي الباكيتس اللي ظهرت عندي اللي كانت رايحه البورت 80 وبتستخدم HTTP ميثود اسمها جيت. طبعا في ميزه حلوه جدا في واير شارك وانت تكتب الاوامر، انك وانت بتكتب اي امر هو بيديك امكانيه انك تعمل اوتو كومبليشن للامر ده. وطبعا انا اقدر ان انا اكتب اكتر من امر جنب بعض باستخدام ان انا اقول عايز اعمل اند للاوامر دي. فهنا كده الامر ده معناه ان انا بقول الشبكه دي لو ديستنيشن بورت 80 وال HTTP ريكوست بيسوب بتاعي جيت. فزي ما انتم شايفين هنا اللي ظهر عندي دلوقتي كل دي ريكوست ميثودز نوعها جيت كان الجهاز ده ظاهر عندي. من الامكانيات الحلوه برضو في واير شارك ان انت ممكن بقى تقول طب انا عايز دلوقتي عايز اقفل الكلام ده بين قوسين، احط كده اتنين براكت واقول له بعد الاتنين براكت دول انا عايز برضو او اور كي ليس. في الحاله دي كده هو اللي هيظهر لي في اللي هيظهر لي في الاوتبوت بتاع الواير شارك ان هو هيظهر لي اما الكلام ده كله مجتمع او هيظهر لي اي حاجه اتذكر فيها بروتوكول التي ال اس. فيعتبر كلام كويس ويعتبر كلام ممكن انا اقدر ان انا استخدمه. طب هو استخدام فلتر عمليا فلتر زي ده ممكن استخدمه في ايه؟ انا ممكن فلتر زي ده مثلا استخدمه عشان اشوف بدل ما اقول له ان انا عايز اشوف الهوست الريكوست ميثود انا ممكن اقول له انا عايز اشوف ال HTTP هوست. الامر ده كده لما انا هشوفه هيظهر لي هو ايه ال HTTP هوست اللي الاجهزه اللي كانت في الشبكه دي بتحاول ان هي تكلمه. طب حاجة زي كده ممكن استخدمها ليه؟ فرضا انا دلوقتي بعمل تحليل لبيانات الشبكة عشان عايز اعرف الناس اللي موجودة جوه الشبكة دي كانوا بيجربوا يفتحوا مواقع ايه، لان انا مثلا بعمل انفستيجيشن بعد ما شفت ان في فيروس اصاب الشركة دي. فمحتاج ان انا اعرف ايه هي المواقع اللي اليوزرز اللي في الشركة كانوا بيحاولوا ان هم يكلموها خلال فترة معينة.
او خلينا نقول ان انا شاكك ان في مالوير او شاكك ان في فيروس موجود في الشبكه، والفيروس ده بيحاول يكلم دومين ما موجود على الانترنت. فانا هشغل الواير شارك لمده معينه على الجهاز دوت عشان اشوف هي ايه الدومينز اللي كان الجهاز ده بيحاول انه يكلمها، واحاول ان انا بعد كده اشوف الدومينز دي هل هي ليجل او الليجل وابدا ان انا اقفلها. فدلوقتي كده باستخدام الامر اللي اسمه HTTP host، انا ببدا ان انا لو فتحت الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول ببدا ان انا بفتح الكونتنت بتاع ال HTTP، وبلاقي ان انا في عندي اوبشن اسمه الهوست هنا في الاكسبرت دوت. بس مش شايف كلمة هوست نيم أو الهوست. طيب نشوف باكيت تانية كده. هنا زي ما انتم شايفين في الهوست اهو، هوست www.wix.com. طب نشوف اللي بعديه، ويب هوستنج دوت ياهو، بروماس دوت ويكس، اد سيرفر دوت ياهو. انا كنت واقف دلوقتي على ريكوست هنا، او هو كان موجود او كان ظاهر بس ما كانش واضح ليا، ويب هوستنج. فده كده عندي هنا ظاهر الهوست نيم اللي انا بقول عليه. ممكن دلوقتي كده اقول اكليك كده على المكان دوت واقول ان انا عايز ابلاي الفيلد ده از كورم. لما هختار كده اللي هيظهر عندي دلوقتي ان اسامي الويب سايتس ظهرت عندي في خانه او في شكل اقدر ان انا اقراه بشكل احسن. فكده دلوقتي انا بقيت عارف كل المواقع ال HTTP اللي الناس اللي في الشبكه دي اللي خدت منها البي كاب حاولوا ان هم يكلموها. ابدا ان انا بقى ادور على المواقع دي عشان ابدا اعمل لها تحليل واشوف ايه المواقع اللي موجوده منها اللي تعتبر ليجيتيميت او الليجيتيميت. بناء عليه ابدا ان انا مثلا اقول اه والله الموقع ده شكله غريب شويه، فممكن اطلب من الراجل بتاع الفاير وول ان هو يبلوك الاكسس للموقع دوت، او ان انا ادور على اي موقع من دول بس ادور على ان الريكوست ميثود اللي كانت مبعوته كان البوست. وزي ما احنا عارفين في الريكوست ميثود الخاص بال HTTP في عندي الجيت وعندي البوست. الجيت ده انا بفتح موقع، لكن البوست انا ببعت بيانات لهذا الموقع. فممكن اقول له ان انا عايز اقول له بقى بعد الكلام ده HTTP request method ودبل ايكوال، واقول له عايزك تبين لي البوست اللي حصل مع الهوست نيمز اللي كانت موجوده. فدلوقتي لما الفلتر ده هيكمل هيبين لي بقى مش رسائل الجيت، لا هيبين لي الرسائل اللي انا بعتها لموقع من المواقع دي عن طريق بروتوكول ال HTTP. فزي ما انتم شايفين هنا انا بقى دلوقتي بقيت شايف البوست ريكويست اللي كانت طالعه من الشبكه دي، وبعضها طبعا كان طالع لتريب ادفايزر، بعضها طالع لاوتلوك دوت لينكد ان لابس، تريب ادفايزر، تريب ادفايزر تاني، بلاقي مواقع مثلا زي لينكد ان. فانا بتشيك هنا وبشوف ايه المواقع اللي تعتبر سسبيشس. ممكن موقع زي ده كده شكله غريب شويه عليا لان هو شكله اوتوميتد شويه، فممكن يبقى الموقع ده هو اللي فيه المشكله، فادبل كده كليك عليه. وممكن دلوقتي اقول له انا عايز اشوف ايه بقى الكونتنت اللي كان في الموقع دوت، او ايه اليوزر اللي فتح الموقع ده كان بيبعته له. فممكن دلوقتي اكليك على اي باكت من دول واقول له واقول عليه فولو تي سي بي ستريم. لما اعمل كده هيبان لي المحتوى اللي كان موجود جوه الموقع دوت. هو دلوقتي بس بيبدا ان هو يعمل لود للستريم دوت، وبما ان زي ما انا قلت الباكت كبيره شويه او البي كاب فايل ده كبير شويه بياخد وقت عشان يحمل المعلومات ديت. فزي ما انتم شايفين هنا كده انا شايف كلام كتير جدا، والكلام ده يعتبر ان هو خلينا نقول ان هو مبهم شويه. فممكن تغير طريقه الانكودنج الموقع ده ظاهر بيها باي طريقه من الطرق لحد ما يبدا ان هو يدي معاك معلومات قابله انك تقدر انك تقراها. فحتى المحتوى الاسكي مش ظاهر عندي معلومات كافيه. طبعا انا عندي في ورشك اكتر من طريقه انكودنج ممكن ابين بيها المحتوى اللي موجود دوت، لكن بما ان مفيش ولا طريقه منهم
نجحت معايا، ممكن اخد الكلام ده كده كله كوبي واروح مثلا افتح برنامج زي سايبر شيف او موقع زي سايبر شيف على سبيل المثال. واحط في السايبر شيف ده الانبوت واقول له ان الانبوت ده جاي لي من هيكس دام. فدلوقتي انا لما حولت البيانات دي لهيكس دام، مش دلوقتي ده تو هيكس دامب، لا انا عايز فروم هيكس دامب. وبعد كده ممكن اقول له